وغوات خاصة برا رشاشات وما ها بلاوي. شوف برا برا كله رشاشات. انشر انشر. قرر مجلس الوزراء الآتي: أولا، التأكيد على عدم منح سمات الدخول فيزا بكافة أنواعها لجميع جنسيات العالم إلا بعد موافقة اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا. أقر رفع العزل عن منطقتي جلبل الشيوخ والمهبولة اعتبارا من يوم الخميس المقبل. كل طالب مقيد ولديه درجة في جميع المواد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول ينقل إلى الصف الذي يليه. تكليف معالي الوزراء كل في مجال اختصاصه بتنفيذ المرحلة الثالثة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 28/7/2020.